وبأول يوم بالسنة رح نحكي عن أمنيات السوريين وتطلعاتهم لسنتهم الجديدة. ورح تكون معنا اليوم سارة الحمصي ناشطة إغاثية ومحمد رحابي مؤسس فريق هذه حياة التطوعي. صباح الخير وكل سنة وانتم سالمين. صباح الخير، يسعد صباحكم وعام جديد ان شاء الله عليكم. علينا وعليك يا محمد. بدنا نبلش معك بالبدايه دائما ليديز فيرست. حيو العنصريه اول سنه بالبدايه رجل من اول السنه. شفنا بالتقرير كيف كانت تطلعات الناس لسنه 2014، خلينا نحكي كيف كانت سنه 2014 على السوريين سواء كانوا يعني الداخل السوري او بالخارج السوري. هلا اول شيء ان شاء الله هيك سنه جديده وعام جديد وينعاد بالخير على الجميع يا رب. امين يا رب. هلا بالنسبه لسنه 2014 بالنسبه للسوريين ان كان بالداخل او بالخارج، هي بعتبرها انا من السنين العارمه يلي اكثر سنه كان الوضع سيء للسوريين، كان من القرارات الخارجيه او من الوضع اللي عم يزداد سوء. صحيح. فيعني بتمنى انه 2015 تكون غير ان شاء الله يا رب. بدي انتقل عندك محمد مباشره مشان ما نعطيهم دور للستات بدايه الحلقه. شايف بدايه 2015 يعني بالفعل شفنا بالفعل 2014 كانت سنه صعبه، بنتامل انه تكون السنه 15. لفت نظري بالبدايه بالاستطلاع وتقرير من غوطه دمشق، شخص بيقول لك القصه ما عاد قصه شخص، قصه بلد، بدنا بلد. يعني ونتمنى انه تكون 2015 حلوه ان شاء الله على سوريا وهيك تتحسن الامور الافضل. انت شو تطلعاتك وشو كيف شفت 2014 وشو بتشوف في 2015؟ مثل ما حكى فادي الشاب اللي بالتقرير هلا من شوي انه هو مواطن بسيط كثير وامله يبيع هالكم شغله عنده او يرخص المازوت او انه تمشي الحياه، ما راح اكون كثير متفائل بسنه 2015. اظن هي 2015 راح تكون اسوء بكثير من 2014. مثل ما حكيت ساره بدايه انه 2014 كل العالم كانوا متآمرين، كل الناس علينا، كل شيء، فما أظن رح يكون 2015 هي أقل سوء، بس نسأل الله إنه هيك ونتمنى من رب العالمين إنه تكون يخف القتل، يخفه ما قلت ينتهى لأنه ما رح ينتهى، لأنه نحن جايين على أيام يمكن أسوأ، أيام أبشع. إن شاء الله يا رب يكون الأيام تكون بخير، يعني تكون إن شاء الله أقل شيء أطفالنا، أطفال السوريين ينعموا بشيء من الأمن والأمان، لانه الخاسر الاكبر هن بهالظروف وبهالسنوات هن الاطفال، الطفل السوري، الطفل السوري المشرد، الطفل السوري اللاجئ، الطفل السوري اليتيم، الطفل السوري اللي خسر مدرسته، بيته، اهله، ابوه، امه، كل شيء خاسر هذا الطفل، هو الخاسر الوحيد اظن كان بهاي المرحله. نتمنى يا رب تكون ايام يعني ان شاء الله يعني تفاؤل، راح نتفائل شوي ان شاء الله. يعني بالفعل انت حكيت كثير كلام جوهري، بالفعل كانت سنه صعبه، يعني شفنا كمان مو بس المعاناه في الداخل وحتى المعاناه في الخارج وحتى معاناه اللجوء اللي كانت هي رحله سواء بالبحر او البر، وشفنا حالات الغرق الكثير كبيره وما حدا عم يتضرر منها غير السوريين. بدي ارجع لعندك ساره، انتم كان عندكم نشاطات، يعني خلينا نحكي عن المستوى الاغاثي، اشتغلتوا كثير بسنه 2014، خلينا نحكي عن اهم الانجازات، وانتم بالفعل خلينا نحكي على الشيء الايجابي بال 2014 من جهتكم. يعني هلا يعني سنه ايجابيه من ناحيه العمل الاغاثي، فعلا بلشنا كسوريين نفكر بشيء جديد غير المبدا الاسعافات الاوليه، انه مثلا تجي عائله محتاجه نعطيها شيء بس انه تسد رمقها او تسد حاجتها، لا صرنا نفكر بشيء خلينا نقول نحن ازمتنا مطوله، فالافضل انه انا اعمل شيء يضمن الاستمراريه بالعمل الاغاثي ان كان يعني بالنسبه للعوائل. فالحمد لله طلعنا باكثر من مشروع انتاجي، مشغل خياطه، المشغولات اليدويه الغذائيه، بنحاول نشغل هاي العوائل البسيطه بحيث انه تقدر تشتغل وتضمن استمراريه، انه يكون في عندها راتب شهري او شيء شهري تستفيد منه، خاصه بعد هاي القرار الامم المتحده بقطع الكوبونات عن السوريين كان كثير صعب وكان كثير صارم، يعني ما كان في معايير او مقاييس، للاسف في كثير عوائل ضرروا. فمن هذا المنطلق يعني كثير ركزنا على المشاريع الانتاجيه. بالفعل هذا كثير موضوع مهم انه انت تعمل مشروع لحتى العائلات تصير تعيش منه بدون دائما الحاجه او الطلب الدائم. والامم المتحده يعني على كلين بترجع وبتجي مساعدات حسب الدعم الدولي. صح. على كل مثل ما حكيتي انت ومحمد انه كان في تقاعس من ناحيه العالم كله يعني بس بعض الدول. رح نبقى معكم ومكملين هيك نحكي عن تفاؤل ان شاء الله، هيك الاشياء اللي ممكن نعملها بال 2015، لكن بدنا نروح باستطلاع او نشوف راي الناس بحلب. بننتقل لمشاهدينا بجولتنا لحلب للاطلاع على امنيات الحلبيين في سنه 2015 وما هي امنياتهم. الى حلب لمتابعه هذا الاستطلاع ونعود لاستكمال الحوار. إن شاء الله نتمنى بعام 2015 يكون عام خير وسلام على سوريا، يكون عام توحد لفصائل الجيش الحر، ويكون إن شاء الله عام انتصار الثورة، عام عودة الأطفال كلها للمدارس، وإن شاء الله يكون
عام يعني عم الخير والسلام في العالم كله إن شاء الله. أنا بتمنى بعام 2015 إنه الله هيك يتم علينا بالنصر للثورة السورية ونكون كل الفصائل تحت راية واحدة وتحت قيادة واحدة، ونحن كشرطة حرام نتمنى إنه نأخذ دورنا الفعال لخدمة المواطنين ولخدمة المسلمين. أتمنى بعام 2015 أن يسقط النظام الأسدي الفاشل اللي يعبده شعبه وعصابته بالبراميل المتفجرة والصواريخ ويهدم البيوت على الناس الأبرياء، وإن شاء الله وتعالى هالنظام سيزول قريبا جدا بإذن الله تعالى. ما نتمناه للعام القادم إن شاء الله أن تكون سنة فعل خير وأن تتحرر سوريا من رجس هذا النظام المجرم، وأن يعود أهلنا المهجرون إلى ديارهم، وأن يعود كل من نزح إلى بيته، وأن تتوحد هذه الفصائل على كلمة واحدة وعلى رجل واحد يقود هذا المركب إلى بر الأمان. أتمنى أن نحقق النصر في هذا العام على هذا النظام المجرم. أتمنى أن يكون عام نصر الإسلام والمسلمين، عام توحد جميع الكتائب والفصائل والألوية تحت مسمى واحد وتحت قيادة واحدة. بالنسبة لسنة 2015 نتمنى شغلة أهم شيء أن الجيش الحر يتوحد كله تحت قيادة واحدة، ومو بس اني بحلب او ريف حلب، طبعا بسوريا كلها. ونتمنى يعني انه يعني نخلص من الشغلات، نخلص من المشاكل، ونخلص من بشار ومن النظام، ويرجع العالم كله على بيوته يعني، ونخلص يعني، وان شاء الله سنه خيره تكون. شفنا بالتقرير محمد مجموعة من الأشخاص عم بيحكوا كلهم همهم الأول والأخير هو الوطن، فقديش هاي المبادرة وهاي الكلمات ممكن تتحقق على أرض الواقع أو ممكن تكون شوي صعبة خاصة في ظل الظروف هلأ اللي بيكون فيها كتير دموية وكتير عنف وكتير قتل، ولا صعب شوي؟ ما في شيء صعب، إذا رجعنا حبينا بعض رجعنا صرنا إيد وحدة، لأنه نحن من أول ما طلعنا بالثورة السورية المباركة من أول يوم كنا نقول إنه واحد 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 الشعب السوري واحد وإيد واحدة وكل هذا، فطلعنا 100 واحد ما طلعنا واحد، وصلنا نموت 1-1 للأسف. هذا الوضع يعني لو كنا نحن نرجع مثل ما كنا من أول أيام الثورة رح يكون البلد بخير والوطن بخير. خلينا نرجع إيد واحدة، قلب واحد، هم واحد، هدف واحد. للأسف اختلفت الأهداف، اختلفت الهموم، مع أنه كلياتنا نحن أنه هدفنا إسقاط بشار، بس قبل ما نسقط بشار بدنا نسقط شيء 1000 واحد حوالي بشار اللي هن من جماعتنا. يعني انا فادي مو عاجبني لازم اسقطه حتى انه كمل على الباقي حتى اوصل لبين ما اوصل لبشار. فاذا كان هدفنا واحد وقلبنا على بعض وايدنا مع بعض اظن بيتحقق هذا الهدف اللي كانوا بيحكوا فيه هلا بالتقرير. انا بتمنى كمان يعني ان شاء الله يكون من اول يوم بهاي السنه انه يتم يعني اطلاق سراح المعتقلين اللي هن بالاقبيه، نرجع نشوف المفقودين اللي اباء يعني قلوب أمهاتهم محروق عليهم، يمكن الشهيد الله يرحمه استشهد خلاص مأمنين أنه استشهد وهو صار بين إيدين رب العالمين، بس المفقود أو بالمعتقل هاي كارثة. فإذا في عنده أمنية أنا حقيقية بهذا بهاي السنة أن هن رجعت المعتقلين، يوميا بتلاقي الأمهات والأباء عندهم عم يستنوا بس خبر أنه طلع الولد لما طلع، استشهد لما استشهد، مات ما مات، شو وضعه هلأ من فرع لفرع بلاحقه أو من مكان لمكان، وعم يدفعوا بالملايين وعم يدفعوا المصاري بس حتى يعرفوا شو خبر ابنهم أو شو وضع ابنهم. فإن شاء الله يا رب تكون هاي السنة هي أو بداية هاي السنة يكون يعني الفرج عن كل المعتقلين السوريين، ونكون إيد واحدة. بس هذا هو إذا كنا إيد واحدة يعني أنت بما حكيت نخاط جوهري إنه نرجع على جوهر الثورة اللي هو بالفعل نحنا الهدف يكون أسمى من هيك، يعني هدف من اللي صار اليوم، سواء رقد على الدعم الدولي وترك الثورة، واللي رقد على المتاجرة ب خلينا نقول مساعدات السوريين، ولا وراء السعي وراء مناصب خلابية. للأسف يعني ما في قاعدة حوالي، ما بنوا شعبية للناس، ما قدروا يعملوا شيء للناس، رقدوا وراء الناس. للأسف الناس بدها حدا يكون. نعم أستاذ فادي، أظن في حدا هو حب يضيع البوصلة السورية أو بوصلة الثورة السورية، تشويها أو تغيير الاتجاه تبع البوصلة، إنه نحن كنا طالعين ثورة، طالعين ضد بشار، غيروا لنا إياها، صار ضد فلان، طلعت كذا، طلع بدكم فيزا لبرا، يلا صار هم الشاب السوري هلا يطلع فيزا لبرا، صار هم الشاب السوري انه هو يطلع يشتغل، صار هم السوري انه هو يتعامل مع دول اخرى على يعطيهم معلومات او يجيب لهم شغلات حتى يدعموه او يعطوه منح او 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 شغلات. غيروا له تماما فكره عن الثوره، خلقوا لنا شيء اسمه داعش حتى ننسى النظام. هلا ما عم نذكر النظام، دائما داعش اذا بتلاحظ على الاعلام وعلى كل شيء، حتى بيناتنا نحن كسوريين ما تم شيء اسمه انه النظام القاتل هذا بشار الاسد وجماعته وعصابته، لا صار عندنا داعش وجماعته،
صار عنا الجيش الفلاني أو الكتيبة الفلاني صرنا نلتهى ببعضنا بس ونسينا إن شاء الله. يعني محمد شفنا بالفترة الأخيرة صار في وعي، خلينا نقول شفنا بعض الكتائب عم تتوحد، يمكن بعض النتائج تحققت في جنوب سوريا وبعض النتائج في الشمال. يعني نتمنى تكون سنة خير إن شاء الله يا رب، وهيك الناس تكون بالفعل تصحى تنهز، لأنه ما في يمكن صحوة إلا بعد ما يصير فيه هز، وبالفعل هيك وحدة بدنا هز كتير، ونخف عن يعني نركز بأي خطوة بنعملها، ما نتوجه للدعم أي دعم نطلبه، نشوف شو الأهداف الحقيقية وراء هذا الدعم. يعني هاي كتير نقطة مهمة. بدي أرجع لعندك سارة، كنا عم نحكي بشوي عن العمل الإغاثي وشو أنتوا حققتوا بال2014. طبعاً نحكي يعني أنت كنموذج، يعني في كتير مؤسسات بالفعل عم تشتغل من قلب ورب وقلب على السوريين بالفعل، وهدفها سوري سوري فقط، حتى يمكن ما عم تستنى دعم خارجي، هي بتبادر من أشياء بسيطة وعم تدعمها شوي شوي. هذا نحن اللي عم نحاول نعمله، إنه نحن ما نستنى الدعم، نحن نصنعه. لحتى نوصل للشيء اللي كنتوا عم تفضلوا تحكوا فيه، مفروض واحد أول شيء يبلش من نفسه قبل ما أطلب أن العالم تحبني، خليني أحب حالي، خليني أنا أكون محبوب، بعدين بلش إنه طالب العالم تحبني. من عندك. فالسوريين للأسف يعني في الوجه السيء مثل يعني مثل كل الدول العربية، في وجه المنيح، فهذا الشيء نحن اللي منساوي. واحد ما بلش من سارة نفسه. أنا اللي شفته بال خلون الجمعيات او اللي عم يعملوا اغاثه معظمهم شباب يعني، والمؤسسات وبالفعل شباب متفائل وهدفه سوريا. يعني حكيت لي قبل شوي عن كم مشروع، احكي لي اكثر عن شو تطلعاتكم ل 2015 والمشاريع اللي حابين تعملوها ب 2015 ومين عم تستهدفوا من هاي المشاريع. هلا بصراحه تطلعاتنا كثير كبيره، وكنا محضرين لشيء كثير حلو ب 2015، حاول نعمل شيء واحد هاي القوة أو الطاقة الشبابية اللي عم يشتغلوا إن كان ضمن المجموعات أو الفرق الإغاثية أو حتى السياسية، خلينا نشوف هاي الطاقة الشبابية نحاول نوحدهم قبل ما نطالب بتوحيد الداخل. نحن نتوحد يكون عنا واجهة، في إمكانات رح تكون فيه، رح يكون دعم أو ضمن إمكاناتكم البسيطة، ضمن إمكانياتنا البسيطة حاليا عم نشتغل، هي مجرد فكرة وعم نشتغل عليها حتى تصير مشروع، ومتأملين بال2015 نكون طالعين بهذا المشروع. يكون في واجهة قوية للسوريين، في يعني إذا بدك تحاور أي دولة بعيدا عن الائتلاف بعيدا عن المجلس الوطني، شيء نحن الشباب السوري نحن صنعنا. ما في مجلس وطني اصلا، ما في يعني كان كان الائتلاف او غيره او اي شيء، لا شيء نحن السوريين الثوار اللي احنا طلعنا ببدايه الثوره ونحن طالبنا بكل شيء، اهدافنا هي نحن خلينا نعمل مثل واجهه، كان هو اتحاد هيئه يلي هو بيوحد كل هاي الجهود، بنصب السوريين كلهم جواته، فبنكون نحن اقوى، بنكون في تنظيم اكثر، في تنسيق اكثر، تحقق أهدافك إن كان على المستوى الإغاثي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي نظر عن الاختلافات كمان. بغض النظر تمام. طيب بدي أرجع لعندك، قبل شوي كنا عم نحكي عن دور المرأة، فبدي أسألك عن المشاريع اللي بتستهدف المرأة. يعني بنعرف في نساء كتير طلعوا وما ضل لهم معين يعني أو معيل، تحكي لنا شوي عن إذا في هيك مشاريع بتستهدف المرأة. طبعاً هي أهم المشاريع اللي عملناها هي بتستهدف المرأة، خلينا نقول الأرملة أو زوجة المفقود أو اللي ما عندها معيل بشكل عام، فهدون كانت هي الشريحة اللي استهدفناها نحن بالبداية بمشاريعنا الإنتاجية. يعني هلا بالنسبة لمشغل الخياطة عم شغل تقريبا 15 عائلة، أنا ما بقول امرأة بقول عائلة لأنه هي اللي عم بتعيل أولادها، عم بتعيل فاتحة بيت. المشروع الثاني مشغولات اليدوية، كل ست بيت حتى لو ما بتعرف شيء نحن عم نعمل دورات مجانية نعلمها كيف هي تتعلم إنه تعمل شيء وتسوقه، نحن مساعدة بالتسويق وهي بتصير ببيتها كمان بتشتغل، فعم نحاول على قدر يعني على أكبر عدد، يعني عم نحاول نستهدف أكبر عدد ممكن من النساء لحتى نحن نساعدهم طرف في دعم ويساعدوا حالهم. طبعا لازم لا عفوا الشباب من الدعم الأساسي الشباب لا لا بالمرحلة الثانية بلشنا نحن كمان الشباب السوريين اللي عم كمان هن المعيلين لعوائل عم نحاول نساعدهم أنه يشتغلوا معنا، ما المرأة ما بتقدر تشتغل لحالها بدون الرجل، نص المجتمع نص بنص، هي نصف المجتمع فلا بد أنه يكمل الرجل. ما روحنا مجال صاروا كل خربيتنا هاي تبعت نص بنص. طيب محمد موضوع على موضوع الشباب، هلا نحن شغالين كمان على موضوع تدريب الشباب وتأهيل الشباب. بدي ارجع على بدايه حديثكم اللي حكيتوا فيه، الشعب السوري هو شعب حي، يعني من قبل الثوره ومن قبل ما يصير عندنا اي مشكله بالاصل الشعب السوري هو مثل ما بيقولوا انه مثل الزبديه، من وين ما صيني من وين دقيته بدق معك اي شغله بيتحرك معك، خليك ما عاد بدنا شيء الياباني سوري مثل الزبديه اليابانيه خلص خليه منتج سوري، من وين ما دقيته بدق معك اي شغله هو بيتحرك. فبتلاقي الست السوريه هي بالاصل بالبيت هي بتخيط وهي بترقع وهي بتساوي وهي بتطبخ وهي بتفكر وهي هي كل شيء بالبيت، يعني هي عباره عن معمل انتاجي داخل البيت، هي مو بحاجه تروح على السوق لبرا. فالحمد لله هلا وقت يعني بهاي الفتره، بس للاسف نحن تاخرنا شوي بهاي المشاريع. يعني مجموعه هذه حياتي ببدايه 2013 اطلقنا المشاريع الصغيره اللي هي الاعتماد على الذات، او هو على مبدا اعطني يعني علمني كيف اصطاد ولا تعطني سمكه.
انه دائما نحن عم نعطيهم هاي السمكه، وكل شهر عم ياكلوا هاي السمكه، وعم يستنوك انت او عم يستنوا ساره او عم يستنوا فادي حتى يعطيهم باخر شهر هاي السمكه. طيب علمه كيف يصطاد، أعطيها الأدوات الأولية، أعطيها هاي المهارة لهاي المرأة. هي تفتقد للمهارة هلأ حاليا لأنه هي بوضع صعب، هي بمكان لجوء، هي بمكان غير بيتها، هي بخارج بلدها. فبلشنا نأمل لهم هاي المكانات، نأمل لهم هاي الأدوات، نعطيهم هاي المهارات وبلشوا يشتغلوا. شعبنا لو أعطيناه هاي الإمكانيات من أول يوم بالثورة السورية كان ما اعتمد على المفوضية ولا زل حاله راح وقف قدام شي باب جمعية أو حدا يقول له والله ما في طرد غذائي أو منعنا عنكم هاي الأمور. لو من اول يوم نحن دعمنا لهم هاي الافكار الانتاجيه. يعني انا بدي اقطعك واقول لك فكره، بالفعل ببدايه الثوره كان في انطلاقه عظيمه للثوره السوريه، وخاصه انه ما كان في دعم واعتمدنا على انفسنا وكان في نجاحات باهره اول سنه والكل بيعرف والكل نعم. بيشهد الا بدون ما نمد ايدينا للغير. يمكن وقت اعتمدنا على الغير صار بدنا ننفذ حتى اجندات الغير. صرنا نستنى مين بيبعث لنا طرد غذائي، صرنا نستنى مين يدفع لنا اجار البيت. محمد رح نكمل عن المشاريع، اكيد عندكم مشاريع كثير رائده على مستوى الشخصي والفردي والمؤسسة حتى، لكن بدنا نروح لأستطلاع إلى سويسرا ونتابع الأصلاح حول أمنيات السنة الجديدة. بسنة 2015 نتمنى تكون سوريا بخير وأمان ويزول النظام الطاغي وترجع كل أخ لأخوه ويرجع الوطن الغالي، نرجع لأحضان الوطن. نتمنى ترجع البلد بخير ونرجع بلادنا تفرج عن البلد، نشوف رفقاتنا وأهلنا، وإن شاء الله سنة خير على سوريا. أول شيء كل عام وأنتم بخير لأهل سوريا جميع. بتمنى أنه سوريا الله يفرج عليها تنتهي الحرب بخير وسلامة وتتحقق أمال الناس اللي استشهدت كرمالها، وبترحم على شهدائنا، وأكيد يعني أنه يسقط النظام هذا أهم شيء. نتمنى السنة الجاية يرجع سوريا مثل الأول ونرجع على الوطن، لأنه ما في شيء يعوضنا عن الوطن، ويروح النظام ونعمر جديد من أول سوريا من أول وجديد. يعني كل عام سوريا بخير وألف رحمة على شهدائنا، وما في من بعد سوريا، وشتنا سوريا الحبيبي، وإن شاء الله ترجع سوريا حرة أبيا. بتمنى بالسنة الجديدة بدي هيك أرجع على سوريا وترجع بيرجع الأمن والاستقرار لسوريا والفرحة بنفس الوقت، واشتقنا لسوريا ولطراب سوريا، وسوريا أمنا الثاني وغالي علينا. محمد شفنا نفس التقرير أيضا، كله هم ونفس الشيء، الوطن أولا وآخرا. خلينا نحكي عن مؤسستكم، شو عم تعمل، شو هي أنشطتها، وقديش أيضا بسنة 2014 كان عندكم إنجازات وأعمال على أرض الواقع. هلا فعليا من اهم الانجازات اللي نحن بنفتخر فيها خلال 2014 هي انه فرحه طفل صغير، ابتسامه طفل يتيم، فرحه عائله منكوبه كانت مثلا جايه على الاردن او طالعه على تركيا، ادخال السعاده على عائله كامله او على رجل مصاب او على شاب ما عنده شغل وأملنا له شغل. هاي السعاده والفرحه اللي زرعناها على وجوههم هي بتكفينا نحن، بعيدا عن ذكر المشاريع اللي نحن عملناها واشتغلناها واللي هي لا شيء قدام تضحيات اهلنا جوا، قدام تضحيه شاب واحد عم يضحي بحياته حتى يوصل على البيت دواء، او عم يضحي بحياته حتى يحمي بيته، او كل التضحيات اللي عم يسووها الشباب جوا بالداخل الله يحميهم. فنحن لا شيء قدامهم، يعني ما فينا نقعد نفتخر او نطول ونقصر كرمال انه والله عملنا هيك مشروع او سوينا هيك. بس كان في انجازات الحمد لله قدرتوا تحققوا نسبه منيحه. تماما. هلا الشيء اللي نحن فرحانين فيه انه نحن بلشنا مثل ما حكيت لكم قبل الفاصل، هو ببدايه 2013 حتى هاي اللحظه هي المشاريع الانتاجيه، هي المشاريع اللي هي بيعتمدوا على الذات، ان كان معمل الخياطه او تدريب الحرف اليدويه. الحمد لله لهلا حصلنا ندرب اكثر من 220 امراه على موضوع صناعة الصابون والقش والخرز، حسنا نعمل مطابخ إنتاجية للسيدات السوريات إن كان هون أو بتركيا. وبالمناسبة يعني حابب أن أوجه تحية لفريقنا بتركيا اللي عم يشتغل شغل كتير جبار على بالريحانية وبغازي عنتاب وبداخل سوريا، عم بيحفز موضوع المشاريع الإنتاجية بالنسبة للسيدات، عم بيعطي دورات للشباب تأهيل. هلا نحن بصدد انه نعمل يعني ان شاء الله خلال هذا الاسبوع دوره تدريبيه للشباب بالحلاقه بكوفير، مهنة نعلمهم للشباب انه كيف يكون حلاق. بعد ما يخلص الدوره هي مدتها شهر ونص، بنعطي لكل واحد شنطه فيها عده حلاقه وبنقول له روح انطلق، يعني انه لا تفتح محل، روح على البيوت، بتصير على التليفون. ايش حياتك؟ بتصير على الطلب انه بيتصلوا في التليفون وتروح ان كان داخل المخيم او خارج المخيم. فهلا عم يتم الترتيب لهي الدوره وحتى الدوره للصبايا. طبعا بالاضافه انه بمشاريع اللي نحن المشاريع الانتاجيه دربنا كثير سيدات او امنا لكثير سيدات عده كوافيره
وهي بالبيت عم تشتغل. فهي المشاريع يعني نحن بنفتخر فيها، بالإضافة لموضوع داخل مخيم الزعتري عملنا مراكز للطلاب لتحفيظ القرآن الكريم، لمبادئ، لمكارم الأخلاق، للتربية، للأنشطة، الدعم النفسي. الحمد لله هي أهم يعني، بالإضافة لمشاريع الإغاثة ومثل هالجمعيات. نحن بالأصل فادي والأنسة دخلنا على العمل التطوعي جداد، يعني نحن كنا محرومين سابقا من العمل التطوعي. ما في منظمات يعني، ما في أي منظمة. أي منظمة أو جمعية بدك تروح تسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمخابرات تكون فورا تصريحات وشو مين تابع فبداية الثورة وصارت الثورة الشباب كلياتنا نحن بحثنا البحث العجيب على العمل التطوعي كلياتنا، ما شاء الله عليهم بدافعية قوية وبحب وكذا. هيك كان نحن كان بيلزمنا سابقا تنظيم، هلا بلشت الامور تتنظم، بلشت هلا الامور تترتب، هلا بعد 4 سنين أو 3 سنين بلشنا نرتب امورنا، بلشنا ننظم، بلش يصير في هيكليات والحمد لله يعني الامور بخير. محمد راح احكي عن شو مشاريعكم بال2015 وشو ناويين توصلوا. طبعا انت نموذج من عده مؤسسات كمان يعني هي ناجحه، ونوجه لهم تحيه لكل الشباب السوريين من مكانه. نرجع لعندك ساره، مثل شفنا بتقرير قبل شوي يعني السوريين مغتربين قاعدين بسويسرا، يمكن بلد رفاهيه في العالم من دول الاسكندنافيه، ومبسوطين يعني، ونفس الوقت بنفس الوقت هن عم يقولوا انه نحن بدنا نرجع على سوريا وان شاء الله بيرجع الامن، وناطرين يمكن اي لحظه بالفعل بتشوف هذا الشيء وردة فعل انه حتى هن هنيك مبسوطين ومبسوطين يعني حابين يرجعوا بالفعل واحد بيته ووطنه وما في حدا يمكن بيوقفه او بيتحنن عليه يمكن بمساعده بسيطه. نحن هون فيش يعني انه من خلال انتم موجودين بتحسوا نفس الشيء؟ طبعا نفس الشيء، يمكن اسرع منهم واكثر منهم لانه نحن قراب يعني ما في كيلومترات. يعني طيب. ان شاء الله يا رب تكون يعني انا متامله كثير انه هاي 2015 انه تكون رجع لكل السوريين على بلادهم. يعني الوجع، الالم، رغم الشيء اللي عم بتحققه انت احيانا بترتاح ضميرك انه انت عم تقدم، بس ترجع انه لا نحن ما عم نقدم شيء. بس رغم هيك يعني متمنى اليوم قبل بكرة أنه نقدر نرجع، نقدر نساوي هذا الشيء اللي عم نشتغله، هالمشاريع اللي حكى عنها، هاي الطاقة اللي عنا، أنه نصير نرجع نعمر بلدنا، أنه نستثمر هاي الطاقات ببلدنا لأنه هي بحاجة. دمار 4 سنين بده 10 سنين لحتى ترجع مثل الأول، فهمنا الأول والأخير نرجع اليوم قبل بكرة. طيب شو خططكم سارة؟ شو خططكم لـ 2014؟2015 انا لسه بقي 14 يوم. الخطط هي انه نحن هذا الشيء اللي بدنا نحققه هلا ب 2015 يلي هو حكيت عنه قبل شوي، انه مثل ما هو بس ان شاء الله يا رب ننتصر، انه رح نرجع مثل هي الهيكليه نفسها حتنتقل لسوريا ونستمر بهذا العمل. هذا هدفنا ان شاء الله وامل كل السوريين وكل الطاقم اللي عم يشتغل معنا. طبعا نحن بهي المناسبه لازم نتشكر كمان الشعب الاردني والحكومه الاردنيه لاحتوائنا، لعطتنا الفرصه انه نحن نقدر نتحرك، نقدر نقدم المساعده، نقدر ندعم، نقدر ننظم حالنا. والشكر للشعب الاردني، طبعا في كثير اردنيين وفلسطينيين موجودين معنا عم بيساعدونا واقفين بازمتنا. بهاي المناسبه انا بوجه الشكر للدكتور عبد الله الشواهني اللي هو يعني هو اللي كان حط حجر الاساس لحتى ننطلق بهاي المشاريع الانتاجيه اللي عم حكينا عنها قبل شوي. اكيد اي حدا بيساعد السوريين هلا وخاصه بهالظروف نحن بنوجه له تحيه وشكر. أكيد. محمد بدي ارجع لعندك، يعني حكيت يمكن صار نقطه جوهريه بقصه له نحن لازم يمكن ما ننطر حدا او اي دعم، يمكن حكيت انت كمان عن تنظيم العمل، يمكن هذا يكون مهم جدا لسوريا المستقبل، ما ننطر نحن سقط او ما سقط، مهم نحن لازم نمشي بمشروعنا، مشروع الثوره، وبينطلق يمكن من التنظيم ويمكن يصير في وعي اكثر بين الناس، وحتى انتم هلا انه كانوا نشطاء اغاثيين يمكن من خلال مشاريعكم، وانا بركز على انه لازم يكون في جزء تعليمي كمان، انت حكيت عن بعض الدورات، تحكي لي كمان عن يعني بعد ما تحكي لي عن الرؤيه هي، تحكي لي بعدين عن مشروعكم بال 2015. هلا فعليا نحن اذا ان شاء الله يعني خلينا نعتبر هاي 2015 هي بدايه الاعتماد على الذات للشعب السوري كله، انه تعالوا هون يا شباب خلص انسوا المنظمات وانسوا الدول المانحه وانسوا كل العالم، ونحن هيك عم نقول انه كل الناس ضدنا، ما بنروح بنجي بنقول انه كل العالم واقف ضدنا، خلص يعني اترك العالم واعتمد على حالك ورجع لعند ابن عمك ورجع لعند اخوك ورجع لعند صاحبك ورجع لعند ابن بلدك وصير ايد وحده، وتعالوا نشتغل نفكر بمشاريع انتاجيه، نفكر باشياء تفيدنا، نفكر انه نحن اذا كنا ايد وحده والله خلال فتره قصيره بيسقط، اذا كنا ايد وحده بفتره بسيطه نحن بنشكل نواه قويه جدا ان كانت شبابيه او جيش حر او اغاثيه او تطوعيه، ومنحسن من ساعد حالنا.
نحن التشرذم هذا اللي عايشين فيه والانقسامات اللي عايشين فيها هي اللي عم تضيع الإغاثة وهي عم تضيع الجيش الحر وهي عم تضيع الإمكانيات وهي عم تضيع كل شيء. يعني نحن للأسف من كم يوم يعني شفنا أنه والله يعني أو بدها تفتتح تركيا أكبر مخيم في تركيا للاجئين السوريين. مبسوطين ومبسوطين بحال أنه نحن كتير فرحانين أنه نفتحوا لنا أكبر مخيم، تم مساعدة ما بعرف شو مخيم الزعتري، بننبسط أنه الحمد لله بلشوا يساعدونا. طيب يعني تعالوا هون نحن خلينا نساعد حالنا، تعالوا نبلش نحن بدنا يكون هذا الشيء ضمن سوريا، انه واحد الجهود ليكون هذا بالفعل، انه اذا بدنا نبني مدينه او نبنى او شيء نعمل نحن منطقه الامنيه، ما ننطر حدا يعني، وقادرين على هذا الشيء. يعني اليوم بيقولوا لك انه في جيش حر وبعضهم شباب مخلصين للثوره قادرين انه يشكلوا مثلا إيه شبكات دفاع جوي. للأسف انا بعرف انه بعرف انه في صعوبات، ولكن مثل ما حكيت انت اذا تكاثفت الجهود ممكن نعمل شيء. تماما. هلا موضوع داخل سوريا ومناطق يعني صعبه هاي، عندك ما بدنا ندخل هلا موضوع عسكري انه والله منطقه خلينا بالإغاثة، إنه هذا المجرم ما عنده شيء اسمه منطقة عازلة أو الله مخيم للهدف. ما من فترة قصف مخيم داخل سوريا بدرعة وبإدلب ما عنده مشكلة، هذا مخيم أطفال، ما أطفال عم يقصف الكل، ما أنا فارقة معه إن كان كبير أو صغير، فصعب إنه ترجع تقول لهم تعوا سووا هون أو عمر هون. الفكرة نعمر، نبلش بناء الذات، نبلش نحن حرية المخ تبعيتنا، لأنه نحن لهلأ غير متحررين عقليا، لهلأ نحن نفس عقلية الأربعين سنة النظام تبعنا متمسكين فيها، ولازم بقى هاي نكبها ونرجع فيها. موضوع المشاريع اللي إن شاء الله 2015 نحن كتير مهتمين بموضوع تدريب الفئة العمرية اللي هي من بين 13 سنة إلى 18 سنة، فئة المراهقين، هاي الفئة المهمشة بالمجتمع إن كان المجتمع السوري داخل سوريا أو المجتمع اللاجئ خارج سوريا، وهي نسبة كبيرة كتير. هي سبب المشاكل أحيانا تكون، هي سبب كتير قصص عم تصير، لأنه هاي الفئة ما حدا مهتم فيها. كتير ناس بيهتموا فقط بالأطفال اللي هن عمرهم 4 سنين ل 12 سنة، وبيهتموا بالفئة الكبار اللي هن النساء أو الرجال. في عندك فقة هاي الفئة، عفوا صرت فقة عم بحكي فقة هاي تأثرت 40 سنة. في عندنا فئة اللي هي بين 12 ل 18 سنة أو 19 سنة، المراهقين كانوا شباب، كانوا الذكور والإناث، هاي فئة مهمشة لازم نهتم فيها من الناحية التعليمية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الدينية، من جميع النواحي. في عندنا برنامج هلا حاليا موجود بتركيا عم يشتغلوا عليه الشباب، يشتغلوا بالمخيمات داخل تركيا او المناطق الحدوديه، وفي هون كمان خطه ان شاء الله رح نشتغل فيها ان كان بعمان او بمدينه اربد وداخل مخيم الزعتري. هاي من الناحيه التعليميه ما رح نكون نحن اكاديميين بالتعليم، رح يكون في عندنا بس خلينا نقول فلاشات. نوجه محمد احنا سنتابع كل نشاطاتكم خلال سنه 2000 نتشرف، وانتم لكم الفضل دائما ما شاء الله متابعين معنا، وشكرا لكم على سلطه الضوء على انشطه الشباب. سارة شكرا لحضورك اليوم، نشطة إغاثية، وأيضا لمحمد إرحابي مؤسس فريق هذه حياة التطوعية، شكرا كثير لحضوركم.